هذه هي اللي كنسميوها هميزه، اللي كنسميوها وجبه ما كتعاودش بحالها. شوفوا معايا العام سيدي على فينيسا، شوفوا معايا لالا كيفاش جا الترتيب في هذا العقد. واهم شيء ياك اللي كنبغيو نسمعوه من الاول ديال الفيديو هي اننا نسمعوا الثمن. وسيدي نعم لالا، الثمن اللي جايب لكم به العقار ديال اليوم هو 370,000 درهم، بما معناه 37 مليون ممكن تكون ديال هذا العقار. ونزيدك المفاجاه اللي زوينه هي راه ممكن يكون هناك نقاش في الثمن مع صاحب هذا العقار. غادي تشوفوا هذه هي اللي كنسميوها هميزه، وهميزه دايزها الكلام، شقه بمال كلمه من المعنى راقيه، الهدوء كيعمل في الالوان ديالها، في الطريقه ديال الترتيب. الحاجه اللي كنقول لكم علاش قلت هميزه الا وهو الثمن، الثمن باش نجيب لكم العقار ديال اليوم هو 370,000 درهم. نعم سيدي، نعم سيداتي، هاد الثمن هذا الثمن ديال هاد العقار. نعم ماشي غلطت في الثمن، مي بصح الثمن ديال هاد العقار 370,000 درهم. شوفوا معايا بعدا من فينيسا كي داير الديكورات اللي هما جداد، ارقام ما كاين في السوق من ناحيه ديال الصباغه، من ناحيه ديال الالوان، من ناحيه ديال الالومنيوم اللي تستعمل، وتا الارضيه اللي كلها ارضيه كتشبه للرخام. وما زاد هذا العقار جمال، وما هاد الديكورات اللي داروا فيهم مثلا بلي سيباراسيون كيفاش جمعوهم وكيفاش قدوهم. العقار كيتواجد في عماره اللي فيها اربعه ديال الطوابق، واخا اربعه ديال الطوابق، وكاين المسعد وكاين لاسانسير. اذا سيداتي سادتي، مرحبا والف مرحبا من جديد مع طريق في العروض العقاريه الفخمه، في العروض العقاريه الرائعه، لا من ناحيه ديال الثمن لا من ناحيه الموقع. كنتواجد اليوم بكم بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس القي عليكم اجمل تحيه واجمل سلام اينما كنتم داخل وخارج المغرب، اينما كنتم تشاهدون هذه القناه. نقول لكم فما عليكم من المتابعه والشراء، ربما واحد النهار نكتب لك شي عقار من هاد العقارات اللي كنحطو اول واحد من الاهل والاحباب ديالكم. شوفوا معايا نعمة سيدي كذا، شوف غير هاد لالي هادي ولا هاد الكولوار كيفاش جا، الطريقه داك الشيء منظم، داك الشيء مضبوط، واللي زوين هو الثمن ديالهم هو 370,000 درهم. وكما قلت لها ربما يكون هناك نقاش. نبدا معاكم الامور بالاول ديالها، الباب ديال العقار الرئيسي المدخل هو باب بلاندي، هو هذا. كندورو كنلقاو عندنا هذه المساحه هذه هنا اللي مخصنا مثلا ممكن تكون سالا مونجي، دايروا فيها هذه السيباراسيون اللي جات ممتازه. صالون بهش، صالون كبير بالاضاءه ديال الليل، والنوافذ ديالو جايه على شارع، وشارع اللي هو كبير مستقبلا غادي يكون خدام، وخدام مزيان على حسب التجربه ديالنا اللي دوزنا في عقارات وفي احياء اخرى. كما قلت العقار كيتواجد في عماره ديال اربعه ديال الطوابق. فاش كنهضروا على اربعه الطوابق، اذا كتلقى المسعد، كتلقى المرآب ديال السيارات، وكتلقى الدار ديال الحارس. اجي السيدي نزيد نكمل لكم المفاجآت اللي عندي. عند الغرفه ديال الوالدين هي هذه، انتم كتسمعوا راه مازال الاشغال على قدم وساق في الحي كامل، ماشي فقط في هذه العماره هذه، والحي اللي هو نموذجي، فيه الجريدات، فيه المدارس، فيه المساجد. كنقول لكم اليوم كنتواجد بكم على مقربه من واحد من الاحياء المشهوره والمعروفه بمدينه مكناس، الا وهو حي المنصور، واحد من اكبر واعرق الاحياء بالمدينه. شوف معايا كي دايره، هذه هي البيت ديال النعاس ولا غرفه ديال الوالدين، شيء قليل وقليل بزاف، وبصح لقيت بين هاد الشقق طارو، مي باقي شيئا ما من هاد العروض. اللي بغى يشوف هاد العقار عن كثب فمعي الاتصال والتواصل معي، وانا راهن الخدمه ديالكم اعزائي المشاهدين. شو الارضيه كي دايره؟ الارضيه كلها شبيهة بالخشب، انت كتمشي عليها كتدلي الوهله الاولى انك راك غادي الخشب. الغرفه ديال الوالدين راه دايرين فيها بلاصه ديال الحمام ديالها، حمام من نوع صغير، ولكن هذا النوع هذا راه مطلوب. علاش؟ لان كيسخن الغياط هذا النوع، علاش؟ لا سيما في الوقيته ديال البرد، فاش كيكون البرد هاد الحمامات كيجمعوا السخونيه الغياط. عندي هنا راه في قلب، راني كنهضر معكم ونقول قلب غرفه الوالدين. الديكورات اللي هي مختلفه، من فيها الليد، فيها الديكورات في القبس. نزيدو نكملو الجولة ديالنا ونشوفو ما تبقى من هذا العقار وهاد الهميزات. كما قلت لكم الهميزات اللي مطلوبين ومطلوبين بزاف. عندي هنا حمام آخر،
الحمام هذا هو برانسيبال ولا الرئيسي، فيه دوش طواليت ديالو، الزليج ديالو طالع حتى للسقف، وكاينين عندي ثلاثة ديال الغرف. هذه المفاجأة هي أن ثلاثة ديال الغرف كلهم الأرضية ديال الغرف هادو فيهم أرضية اللي شابهة بالخشب ولا داك لي في باركي، غرف من حجم المقبول الحجم المطلوب، إضاءة ديالهم. عندي هنايا الغرفة الثالثة حتى هي تقريبا نفس الحجم، ولي زوين في هاد الغرفة رقم ثلاثة هي فيها البلاكار. راكم شتو معايا غرفة فيها البلاكار، هي الغرفة ديال الوالدين، وعندنا حتى الغرفة ديال الوليدات حتى هي جات البلاكار ديالها. بشحال الثمن ديال 370,000 درهم، ولا ربما يكون هناك شيئا ما من النقاش من التفاوض مع صاحب هاد العقار. فينيسيون زوينة، فينيسيون صراحة نقية. نعاودها، كنتواجد بمدينة مكناس، من مدينة مكناس أقدم لكم أجمل تحية وسلام أينما كنتم كتشاهدوا هذا الفيديو. نقول لكم مرحبا بكم في المدينة ديال فينيسيون، مدينة الحلقة العقار بامتياز، مدينة ديال الأثمنة، أثمنة جد جد منافسة في هاد البلاصة اللي كنتواجد فيها. عندي هنا المطبخ، وماشي أي مطبخ، ديال البلاصه فين دير الثلاجه ديالك كاينه. شوفوا معايا لي بلاكار اللي كاينين في هذا المطبخ، بلاكار كاين في الجهه الفوقانيه كامل، كامله عامره بلاكارات، الجهه التحتانيه وكاينه حتى في هذه الجهه. هذه بلاصه فين دير لافيسي ولا الماشينه لافي، بلاصه فين دير مثلا كما قلنا لافيسي الماشينه لافي ولا دير الفرن، والاطلاله بوجهه اللي هي زوينه، جهه على شارع كما قلت كبير. وهنا كنتواجد في عمارة اللي فيها 4 ديال الطوابق، راه ماشي فيها باركينغ السوسول ديالها، فيها كذلك مير لاسانسور، وفيها الملك المشترك حتى هو، نزيدو على الباركينغ ونزيدو على على لاسانسور، نزيدو عليها السطح اللي هما املاك مشتركة. لان نتوما شفتو معايا، شوف فينيسيون كي دايرة، الصباغة كلها ديال البلاتينيا. كنتمنى من اعماق القلب ان هاد العقار ولا هاد العقارات يكتبوا ليكم اعزائي المشاهدين، ان بصح حقيقه بحال هادشي زوين، وكنتمنى ديما نلقاو بحالو ونصورو بحالو ويكون بهاد الاثمنه هادي. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، ما تنساونيش بالضغط على الزر ديال الاعجاب والاشتراك، والى اللقاء في عروض مقبله ان شاء الله مع طريق عما قريب.